ايس كريم احجامك. سلام، اليوم بسوي لكم ايس كريم على الصاج. نحتاج اول شيء كريمة، ونحتاج اوريو دات بو ام اند امز. اول شيء الصاجة لازم تحطوها يوم كامل داخل الفريز، وتحطوا الكريمة وتجيبوا الأوريو وتفتحون. عندنا الكريمة، بعد ما شوي بدأ يجمد تروحوا تجيبوا الملعقة اللي تبعه، تحطوا الأوريو والحين بدي أخلطها إياكم. والحين بفردها، الحين بفردها ونخلي لمدة دقيقة. والحين بدي أقطع الآيس كريم. أحجامك. خلصنا، هذه النتيجة النهائية. بجربة والحين بنسوي ايس كريم بالعمار. حطينا الكريم ونحط العمار، وبعدين نرد نطقطق. نفس ما سوينا، وبعد ما خلصناه بنفرده. الحين بعد ما انتظرنا دقيقة كاملة بنشيله ونحطه في الصحن. آيس كريم مش على رشة من العمار، طبعا ما رشينا من جربة. والحين خلصنا حلقتنا، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. مع السلامة.